بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة أخرى من البرنامج الشرطي الأسبوعي الشرطة وأخطاء الشارع. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأخطاء التي يرتكبها المواطن أثناء سيره أو قيادته لمركبته في الشارع، ترصدها هذه الكاميرا، نحللها ونناقشها ونضع الحلول لها من خلال الضيوف في الاستوديو، على وعسى ألا تتكرر هذه الأخطاء. وفي بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في الاستوديو. السيد عيسى الحذوة، مهندس الطرق في بلدية محافظة بيت لحم. أستاذ عيسى أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كما نرحب بالأستاذ علاء التميمي، رئيس نيابة محافظة بيت لحم. أستاذ علاء أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. من الأخطاء التي رصدتها هذه الكاميرا وهو الاعتداء الكبير والصارخ على الأرصفة التي من المفترض أن تكون حماية للمواطن، للطفل وللشيخ وللمرأة في أثناء سيرها على الطرق لكي تسير بيسر وسهولة، ولكن شاهدنا الكثير من المشاهد الخطرة والاعتداءات الخطيرة على هذه الأرصفة، والتي سنشاهدها أيضا في التقرير بعد قليل. لكن لابد من أن نتعرف على رأي ضيوفي في حول الأرصفة في محافظة بيت لحم. أستاذ علاء، بالتأكيد أنت لك يعني الكثير من الرحلات في محافظة بيت لحم والجولات، كيف ترى وضع الأرصفة بشكل عام؟ يعني بداية صباح الخير لأهلنا في محافظة بيت لحم وجميع اللي بيستمعوا إلنا، وصباح الخير لمؤسسات بيت لحم وفعالياتها باتجاه. طبعا بالنسبة لموضوع الأرصفة، طبعا الرصيف وجد لكي يقوم المشاة بالسير عليه، ولم يوضع الرصيف من أجل الاعتداء عليه أو استغلاله لأي كان. نعم. واستغلال الرصيف من أي جهة كانت هو اعتداء على هذا الرصيف واعتداء على حق المواطنين اللي هم وجد هذا من أجلهم. نعم. طبعا الترتيبات لازم تتم من خلال البلدية ومهندسينها بالتعاون مع الجهات المختصة، وبحيث أنه يعني هذه الأرصفة يتم، لما بدنا نعمل هذه الأرصفة في المحافظة، في أي محافظة من محافظات الوطن، بتم دراسة قديش عرض الرصيف، كيف بيتم عمله، هذه المناطق بتحتاج لأرصفة بتحتاجش لأرصفة، لكي نسهل على المارة عدم الاختلاط في المركبات. يعني من خلال برنامج الشرطة الأسبوع اللي بتبثوه يوم السبت الماضي، كان في مناشدة لإحدى الأخوات من منطقة رام الله، حكت باتجاه أنه اختلاط المواطنين مع المركبات، عدم وجود الأرصفة، هذا أدى يعني إلى أنه يعني نتخذ خطوة بناء على هذا الحديث اللي دار منها، أنه أصدرنا قرار أنه كمواطنين في حالة وجود الرصيف أنه نلتزم بالرصيف، ما نمشيش بين المركبات، حفاظا على حياتنا، حفاظا على أطفالنا. طبعا المواطن الذي في المنطقة اللي بيكون فيها رصيف أو فيها خط مشاة وبخالف وبيمشي أو بيقطع الشارع من منطقة غير المحددة إله، هون هو ارتكب مخالفة مرورية. نعم. زي أي سائق مركبة. إذا قانون المرور هو حط معالجة لجميع الأمور المرورية على مستوى الوطن، اتجاه المواطن نفسه اللي بيصير على الطريق سواء أو باتجاه السائق. المفهوم. نعم. لدى شعبنا إنه المخالفات المرورية وضعت للسائقين، لا، المخالفات المرورية وضعت للسائقين، وضعت للذين يعتدون على الطريق العام، وضعت للذين يعتدون على الأرصفة اللي هو موضوع هذه الحلقة. نعم. يعني سنناقش هذا الأمر بنوع من التفصيل، بشيء من التفصيل أستاذ علاء، لكن في سياق هذه الحلقة. أستاذ عيسى، أنت مهندس يعني، ونرجو أن يعني توضح لنا الصورة الهندسية الحقيقية لوضع الأرصفة في محافظة بيت لحم. نعم، شكرا لك. معروف أن الرصيف هو جزء من الشارع. الشارع يتكون من مسلك للمركبات ومسلك يمين ومسلك شمال، هو الرصيف، يستخدم من قبل المشاة. نعم. بخصوص عرض الرصيف، عرض الرصيف بيتحدد بقدر عرض الشارع. إذا كان الشارع ضيق فيكون عرض الرصيف ضيق، وإذا كان الشارع عريض فيكون عرض الرصيف فوق المتر ونص. نعم. عندنا نحن في محافظة بيت لحم أو في مدينة بيت لحم بالأحرام، معظم الشوارع الداخلية هي ضيقة، وبالكاد أن تجد رصيف بعرض متر في معظم الشوارع الفرعية في داخل مدينة بيت لحم. نعم. والمؤسف أنه المواطن عم بيستغل الرصيف لعرض بضائعه، سواء كان دكان أو بسطات متفرقة أو بائعي خضار. نعم. هون بنلاحظ أنه للأسف المواطن مش عم بيلتزم بأنه يخلي مجال للمشاة تمشي، ما يستغلش الرصيف لعرض بضائع وبالتالي يغلق رصيف. ونحن في البلدية بالتعاون مع الإخوة أفراد الشرطة
هناك حملات مستمرة لتنظيف الأرصفة، ولكن هاي عم تتكرر باستمرار، اعتداءات متواصلة من قبل المواطنين أو التجار أو البسطات على الأرصفة. نعم أستاذ عيسى، الأستاذ علاء اسمحوا أن نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزملاء في برنامج شرطة خطأ الشارع، ثم نكمل نقاشنا حول هذا التقرير. إن الطرق لا تصمم من أجل حركة المركبات فحسب، وإنما هناك مستخدمون آخرون لها مثل المشاة الذين ينبغي أن يأخذ التصميم بالاعتبار خصائصهم كي يضمن تنقلهم بيسر وأمان. وتبرز أهمية المشاة كونهم يمثلون أصغر وحدات النقل التي تستخدم الطريق مع المركبات صغيرها وكبيرها، ما يجعل الأمان لها أهم أولويات التصميم والتشغيل مرحبا. للطرق. أهلا. نتعرف عليك؟ مهدي توفيق ياسر شيدو. مهدي، أنت كنت ماشي على الرصيف بس نزلت للحظة من لحظات وعدت رجعت، ليش؟ لأن في حاوية مهملات في وسط الشارع ونزلت هنا عشان في حاوية. بعدت عن الحاوية يعني أنت، وهي موجودة في نص الشارع؟ نعم. طب إيش بتحكي للي حطوا الحاوية هون؟ يجب أن لا يحطوها هنا، يجب أن يحطوها في مكان معين، يبعدوها عن الرصيف. نعم طبعا، لما تنزل على الرصيف أكيد راح تتعرض للخطر. نعم. إن السير على جانب الطرق ممارسة دائمة للمشاة، فكما أن الطرق تمثل مكانا لسير المركبات، فإن الأرصفة طرق خاصة بالمشاة. وعلى هذا الأساس فإن طرق المشاة تتطلب من عناية التصميم والتحكم ما تتطلبه طرق المركبات. متعرف عليك؟ نصر حمضان بيت لحم. نصر يعطيك العافية. ماجد هشام. ماجد يعطيك العافية. سيف عبد الهادي. سيف، أهلا وسهلا فيكم شباب. إحنا لا بيت لحم كلكم، بأي صف؟ 11. طيب إحنا لاحظنا إنه في البداية كنتوا ماشيين على الرصيف وبعدين نزلتوا في الشارع، طلعتوا على الرصيف وعدتوا رجعتوا على الشارع، ليش؟ إنه في سيارات صفات على الشارع، من واجب الشرطة إن تمنعهم أو تسوي مصفات إنه توقف السيارات فيها. نعم. أنت إيش تحكم؟ أنا بقول البلدية يعني لازم تحط إشي حد، يعني مطبات إشي عكس السير، يوم نمشي على السير يعني لازم يبقوا شرطة مرور. نعم، بس الرصيف الآن السيارات شو بتحكي للبلدية عشان الرصيف؟ لازم يعني يوم يقطع الواحد لازم يكون منتبه. نعم. ويعني لازم تكون يعني مش غير البلدية، لازم تكون يعني شرطة مرور. يعني ما توقف السيارات أمرك يعني الطريق. نعم. سيف، المفروض يكبوا رصف كمان يعني الرصيف، يعني مش واحد في كل سيارته زي هيك، خلوا مكان صف السيارات ورصيف نمشي فيه، مش منطقة يعني نمشي زي هيك، يعني في واحد يجي مسرع دعسنا. لازم يكبروا الرصف احسن ويظبطوها. يعني انت بتطالب البلدية بانها تكبر هذا الرصيف حتى احنا نتجاوز الخطر اللي ممكن يصير. صح. نعم لازم نعمل هيك. ونصر بطالب الشرطة انها نصر تخالف السيارات بتسوي محلات تنصف السيارات ساحات، لأنه شوارعنا ديكة وصار عدد سيارات كتير في بيت لحم. تقريبا. بس يعني انتم بتلاحظوا انه في ضايع عنده سيارتين او سيارة. نعم. طيب سؤال اخر، يعني انتم بتلاحظوا انه في ثقافة فعلا للمجتمع انه يمشي على الرصيف، ولا الناس بتمشيش على الرصيف بالاصل؟ الناس تمشيش على الرصيف. الناس بتمشيش على الرصيف. سيف ايش رأيك؟ المفروض يمشي على الرصيف، اذا موجود رصيف مساحة منيحة لازم يمشوا فيه يعني، اما فيش رصيف كيف يمشوا عليه؟ الأرصفة في بيت لحم بتلاحظوها مناسبة؟ يعني معقولة إنه مقبولة لأننا نمشي عليها، ولا ضيقة وما فيش أرصفة؟ ضيقة مش كلها يعني، يعني شوف الرصيف هاد كيف طلع الفرق بين هاد وهاد. بعض الشوارع آه. إيش رأيك؟ أنا بقول زي كلامه صح. بعض الشوارع حسب الطرق، حسب متفاوت يعني في بيت لحم. نعم. طيب شكرا لكم. نعم أستاذ علاء، أستاذ عيسى، شاهدنا هذا التقرير وسيكون لنا استكمال أيضا لهذا التقرير. أستاذ علاء، يعني تحدث يعني أحد الإخوة عن موضوع الثقافة، يعني هل ترى أن هناك فعلا ثقافة لدى مجتمعنا بضرورة الالتزام بالمشي على الرصيف؟ يعني يعني إحنا بحاجة ل يعني نوع من التوعية لمواطنينا بهذا الاتجاه إنه الالتزام بالرصيف، ولكن إحنا من خلال التقرير وما شاهدناه يعني الاعتداءات على الأرصفة أدت بالمواطن إنه ما يلتزمش بالرصيف. نعم. المواطن عندما يجد يعني رصيف يستطيع السير عليه سيسير عليه، ولكن كما شاهدنا في التقرير إنه المركبات تقف على الرصيف، بضائع توضع على الرصيف،
وأشياء أخرى من بسطات وغيره. يعني هذا أدى بثقافة عند المواطن أنه هذا الرصيف مش ملكه هو، ولكن هو ملك صاحب المحل أو أمام صاحب المحل أو صاحب المركبة اللي بده يوقف قدام محله. لا، الرصيف هو ملك للمواطننا على أساس أنه يصير عليه، ووضع بقوانين وأنظمة لأهداف معينة، لأهداف أنه الحفاظ على المواطن بيصير على هذا الرصيف. هلأ هذا استغلال الرصيف من قبل المواطنين، يعني أنا بناشدهم عبر شاشة تلفزيوني الكل وعبر المؤسسات في البلد أنه هذا الرصيف وضع لأهداف معينة، بناشد أنه ما حدا يعني يعتدي على هذا الرصيف، لأنه الاعتداء عليه أصلا يشكل مخالفة ويعاقب عليها القانون. تحدث البشمهندس عن حملات مستمرة. أنا طبعا مش مع، يعني مش مع مصطلح حملات. إذا بدك تفرض سيادة القانون والنظام في أي بلد، لست أنت بحاجة إلى حملات، أنت بحاجة إلى استمرارية في العمل دائمة. هلأ هذا بيلزم تعاون ما بين البلدية وما بين شرطة المرور. يعني شرطة المرور تقوم بجولات باستمرار في محافظة بيت لحم، متواجدة على جميع الطرقات نجدها هنا. يعني بنقي أنا يعني من هون بعطي بقول أنه لازم على شرطة المرور أنه في حالة أنه وجود مركب وقف على الرصيف أن يحرر له مخالفة كأنه ارتكب مخالفة قطع إشارة حمراء أو عدم الوقوف على إشارة كف، أو أنه يعني كالمخالفات المعتادة. هذا الأمر يستدعي تشدد من قبل أيضا النيابي والقضاء. لا، أنا يعني من خلال اجتماعاتنا المتكررة مع الشرطة ولقاءاتنا الدائمة معهم، أنا دائما بقول أنه المخالفات اللي بتستدعي أنه إحنا نضبط حالتها أنها هي موجودة وأنه بدنا نعمل حالة ضبط فيها، أنا في بداياتها كانت تعليماتنا للشرطة أنه أنتوا حولوا للنيابة، لا تكتفي بتحرير المخالفة وتبقى هو أنه يروح يدفعها أو ما يدفعهاش تأخذ وقتها، لا، يعمل لائحة اتهام بالاعتداءات والمخالفات اللي قام بارتكابها وحوله في اليوم التالي أو في نفس اليوم إلى النيابة العامة. في حالة أنه استمرت هذه المخالفة من قبل نفس المواطن ستكون يعني في تصاعد بالإجراءات حتكون مع هذا المواطن اللي لم يلتزم من المرة الأولى. والقانون اصلا انه اعطى في حاله انه ارتكاب المخالفه اكثر من مره انه العقاب يكون اقصى عليه. مهندس عيسى، يعني لانه نلاحظ الان على الشاشه وعبر الان هناك حاويه في منتصف الطريق، وفي بعض الحالات كانت يعني يقطع الرصيف من اجل الوضع، وهنا لا يوجد رصيف بالاصل، يعني بالاساس لا يوجد رصيف، فيعني المسؤوليه تقع على عاتقكم انتم كبلديه، يعني وين البلديه في هذا؟ وانت طلبت بتنظيف البسطات، ولكن نحن نشاهد حاويات بعض أعمدة الإنارة. اللي بدي أضيفه هو أول الحاويات توضع بالرصيف. من أكبر المشاكل اللي إحنا بنواجهها في البلدية عند تخصيص موقع ما لحاوية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، نروح بنحطها نقول ما نحطها نحفر بها الرصيف ونحط هاي الحاوية هون، تطلع لنا كل المجاورين بيعترضوا ابعدها من هون، لا هون باب دكاني، لا هون باب بيتي. فللأسف ما في تعاون بين المواطن وبين البلدية في ناحية وضع الحاويات. الحاوية يجب أن تكون أيضا مغلقة. نحن بنحط حاويات جديدة كل فترة وفترة ولها غطاء، لكن تيجي بعد يومين تجد الغطاء ما هي بدون غطاء، تجد المواطن ولع فيها النار، تجد المواطن أزاحها من عنده، وهي مشكلة كبيرة للأسف. هي التربية تبدأ من البيت. كمان المواطن مفروض يمشي على الرصيف، نجد المواطن بترك الرصيف إما لأنه مش متعود يمشي على الرصيف أو لأنه الرصيف محجوز من قبل بضائع أو بسطات. بتلحى مع سبيل مثال المدينة السياحية، كل يوم بنشوف مئات السياح بل آلاف السياح بفوت المدينة، ما بشوف شو واحد يمشي على الأسفلت إلا كله مع الرصيف، لأن هذول متعلمين منذ البداية منذ الصغر أنه الرصيف هو جزء من الشارع لكن مخصص إلى المشاة، مش مخصص لا إلا سيارات تقف عليه ولا بسطات. لكن عندنا نحن للأسف المواطن سواء كان تلميذ أو أي مواطن غالبا بتجنب الرصيف وبمشي بالشارع. لا، لكن في حالة وجود عمود إنارة أو حاوية بده يضطر ينزل أستاذ. لا، عمود الإنارة ما بعرض المشاة لأنه الرصيف يعني في أضعف الأحلى أحيان، لو كان عرضه متر العمود ما بيأكلش موقع العمود ما بيأكل كل الرصيف. يعني هل بالفعل يعني تم دراسة هذه الطرقات في محافظة بيت لحم وهذه الأرصفة بطريقة هندسية علمية تواكب المواصفات لدى الدول الأخرى والمتقدمة؟ نحن شوارعنا داخل مدينة بيت لحم ضيقة ولا تسمح بوضع أرصفة عريضة، وفي بعض الشوارع لا نستطيع وضع أرصفة مثل شارع
بولس السادس منطقة المدبسي ما بين السينما والمدبسي، هناك بعض المواقع ما بتسمحش بوضع أرصفة. نعم، لكن أستاذ عيسى هناك يعني كثير من الناس تحدثنا معنا في التقرير وفي الشارع قال إنه البلدية سمحت لنا بأن نعتدي على الرصيف، وسنشاهد في لاحقا في تقرير استكمالا لهذا التقرير إنه أحد المواطنين أخذ الرصيف كامل وقال إنه أنا أخذت من البلدية مقابل هذا ادعاء. نعم. ادعاء، ولا أنا أشك يعني لا أعتقد أن هذا كلام صحيح. نعم، البلدية ما بتهدر رصيف لأحد. نعم. الرصيف هو من حق المواطن. نعم. الرصيف هو جزء من الشارع. نعم. الرصيف وجد وصمم من أجل أن يكون مسار خاص للمشاة. نعم. أستاذ علاء، يعني سنتحدث معك بموضوع القانون، وأن هناك يعني بعض أصحاب المحلات يقوم بوضع مركباته أو بضاعته، هل هناك قانون يعني لدينا كقانون فلسطيني يحاسب هؤلاء؟ يعني بداية عندنا قانونين، يعني في قانون خاص بتعلق بموضوع المرور اللي هو قانون المرور الفلسطيني. نعم. هذا بيعاقب وبخالف اللي بتدي على الأرصفة، وكما ذكرت في بداية حديثي حتى يعني لما قلت انه ما بيشمل بس هو المركبات واللي بيصيروا في الشارع، يعني حتى المركبة المتوقفة باتجاه مخالف لوقوفها هو بخالفها قانون المرور. نعم. إذن قانون المرور وضع نظام بخالف على أي اعتداءات على الحركة المرورية بشكل عام في كل جميع المحافظات الوطن. هلأ هون دور، أنا بقول لك دور وعي، أولا وعي المواطن، وعي الشرطة في القوانين ومتابعتها ومجاراة القوانين من خلال إنه أنا كشرطي مرور، إنه يعني ثقافة كمان يجب إنه يكون عندنا ثقافة لشرطتنا المرورية اللي موجودة في الشارع، بداية لأنه هذا أولا الشرطي هو بيمثل السلطة الوطنية بشكل كامل في الشارع، وهو عليه إنه يقوم بكل الدور اللي بيقوم فيه. هم أنا يعني أنا خلينا بيش أنا يعني يكون كلامي إنه أنا مجحف بحق الشرطة، لا، الشرطة تقوم بواجبها، ولكن عندنا العناصر الذين ينتشرون بالطرقات يعني هم بيكونوا في بدايات عملهم أحيانا ليس لهم درجة من الوعي في قوانين المرور، وأنا من هون بقول لكم كشرطة إحنا مستعدين لورشة عمل في هذا الاتجاه بالاشتراك مع الشرطة حول القوانين المرورية وآلية تنفيذها مع الطواقم الموجودة في الشارع. نعم. إن نوعي هدول الناس من خلالنا ومن خلالكم إنه كيف يتعامل مع الاعتداءات على الأرصفة، على جميع الاعتداءات المرورية، يكون عنده ثقافة بقانون المرور بشكل كامل إنه أنا عندي أستطيع إني أخالف على 1 2 3. نعم. هلأ هذا مهم. هلأ بالإضافة أنت يعني للي بتحكي فيه إنه كمان قانون العقوبات الاعتداء على الأملاك العامة. نعم. والرصيف العامة. هو ملك عام. عام. نعم. هو ليس ملك لأحد، يعني أنا يعني بعقب على اللي قلته إنه أحد المواطنين يقول إنه أنا البلدية سمحت لي، الواحد بيسمح في اللي يملكه. نعم. البلدية لا تملك، لا 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 تملك الشارع، هو ملك عام، ولا تملك الرصيف لأنه هو ملك عام. طب لماذا أناط بها القانون والنظام إنها هي تدير هذه الأمور وهي تتابعها وهي تشرف على متابعتها وتأهيلها للناس؟ نعم. لماذا تصمت البلدية أستاذ علاء؟ يعني أستاذ يعني أنا اسمعني، لا لا لا، أنا ما بدي أقول إنها بتصمت البلدية، يعني البشمهندس تكلم عن إنه في حملات مستمرة، أنا تمنيت إنها ما تكون حملات ولا أحمل البلدية مسؤولية. نعم. لا، أنا في عندي كمان زي ما ذكرت بما إنه إحنا نحكي بصراحة في عندي شرطة مرور في الشوارع، إذا برجع إنه أنا كمان شرطة المرور عليها واجب غير اللي الأشياء اللي مفهوم لديهم. لكن مثلا الشرطة تملك أن تخالف، لكن البلدية لماذا تسمح لأحد المواطنين بالبناء على الرصيف بحيث أنه يقضي على هذا الرصيف؟ إذا كان المواطن بدعى هيك فليبرز الرخصة اللي أخذها. نعم. فليبرزها، ولكن يعني أنا أشك هذا مش معقول إنه البلدية تعطي ترخيص على رصيف. أستاذ مهندس عيسى، يعني ماشي الآن هو حتى لو ما أبرز هو واضح بأنه قام بوضع البناء على الرصيف، لماذا تصمت البلدية؟ لا، هذا مخالف وبالتالي يحول إلى محكمة، وهناك في قرار محكمة قد يكون قرار إزالي أو قد ما بلا أعرف ما هو حكم المحكمة. نعم. يعني في إجراءات قانونية، لكن البلدية لا تسمح باستغلال الرصيف لبناء أو توسعة بناء أو أي شيء آخر. نعم. قانون الرصيف هو من حق المشاة، الرصيف هو جزء من الشارع. نعم. وهو مصمم لحركة مشاة. نعم. نرجع ل يعني بداية الحلقة تحدثنا عن المواصفات الهندسية، هل تلاحظ إنه يعني أو تعتمدون أنتم في البلدية المواصفات الهندسية الحقيقية، وكم هي هذه المواصفات؟ يعني عرض الرصيف قديش لازم يكون أستاذ عيسى؟ يعني لو كان عندنا شارع بعرض 10 أمتار بالإمكان عمل رصيف من الجانبين من بحدود 1.25 متر لغاية 1.5 متر، بمعنى أنه أنا في حاجة إلى أسفلت بعرض 7 أمتار
ومتر ونص يمين ومتر ونص ناحية 10 أمتار. إذا كان الشارع عندي ضيق 8 أمتار مضطر إني أعمل متر متر. نعم. فعرض الرصيف بتوقف على عرض الشارع. إذا كان عندي شارع 20 متر بعمل رصيف لا يقل عن 2 متر وبعمل جزيرة بوسط الشارع. فهذه مواصفات بتحكمها عرض المسار أو عرض الطريق المقترحة أو القائمة. نعم. طيب لنستكمل التقرير ضيوف الأعزاء ثم نكمل النقاش. تحدد المواصفات أنه يجب أن لا يقل عرض رصيف المشاة في المناطق السكنية عن 1.20 متر. وبالطبع فإن هذا العرض كاف لمستخدم الرصيف وكرسي العجلات، ولكن عندما يكون في أي نقطة على الرصيف عمود إنارة أو شجرة أو أي معوق يقلل من هذا العرض، فإن الرصيف بكامله يكون غير مفيد للمشاة ولمستخدم الكرسي، ما يحول دون استخدام معاقيل حركة للأرصفة التي تزرع فيها أعمدة الإنارة والخدمات الأخرى بطريقة عشوائية. أستاذ بسام، يعني احنا ملاحظين أن واقفين في الشارع مفروض تقفوا على الرصيف، ليش واقفين هنا؟ والله يا عزيز احنا يعني مضطرين بشي بنكيت، السيارات صافة على البنكيت والمواطن بده يطريق في الشارع. نعم. وإحنا طبعاً أمام جامعة القدس المفتوحة وفيها أعداد كبيرة من الطلبة وأيضاً بقرب مجمع مدارس، فيا حبذا من الأخوة المسؤولين إنهم ينظروا لموضوع الشوارع اللي موجودة في محافظة بيت لحم وخاصة في مراكز المدن، إنها تكون البنكتات أوسع من هيك. انظروا نص الشارع، إذا قطع الطالب مقدرش محل يقف فيها، بالتالي بده يضطر إنه يقف حتى يشوف السيدين فاضيات حتى يقطع الشارع. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. تعرف عليك؟ أحمد المهني. أخي أحمد أنت صاحب المحل؟ نعم. طيب إحنا ملاحظين إنه تنبني على الرصيف هنا، مين سمح لك؟ بلدية بيت لحم. أعطتك تصريح في هذا الكلام؟ نعم. ليش؟ مقابل الأرض لنص الشارع، أرض ملكنا إلنا. أنتوا أعطتوهم أرض لنص الشارع؟ مقابل آه. ومقابل هذا الكلام إنه تغطي الرصيف. نعم صحيح. طب وجنان كمان برضو معهم تصريح؟ نعم صحيح. جميل. كله هذا ومحلات واحد. طب يعني أنت دائما يعني متواجد بشكل دائم في المحل، كيف الناس بتعدي من هون؟ درج. موجود الدرج هي من هون. تعرف عليك؟ علي زواهر من بيت لحم. سيد علي انت صاحب الكراج؟ نعم. مرخص من البلدية؟ الحمد لله كل شيء مرخص مؤمن وكل شيء. طيب يا سيد علي، يعني احنا ملاحظين انه في سيارات واقفة على الرصيف. تعرف هذا كراج بيصلح سيارات وبيجي زبون بصف السيارة عبين ما نحكي معه ونشوف شو المشكلة وبعدين بندخلها جوا ونشتغل فيها داخل الكراج. بس هذا الكلام بيأثر على المرة في الشارع، ما فيش محل يعدوا يعني. إيه زي ما انت شايف انه الرصيف عندي انا من السيارات وجوه يعني مش من برا، شوف الرصيف هناك يعني مفتوح في مش نحطش عرصيف. انت مسكر الرصيف الان يعني 4 سيارات أو 5 من يبدو يعد الناس يعني. انت شايف انه الرصيف من السيارات وجوه يعني. يعني قصدك انه الرصيف صغير؟ الرصيف صغير وفيش محل يعني، انت شوف كل المحلات اي واحد بصف سيارة بصفها باب المحل. أما في المناطق التجارية فينصح بأن يكون في المدى من 1.20 متر إلى 2.40 متر، وتوصي بعض الجهات ذات العلاقة بذوي الحاجات الخاصة بأن لا يقل عرض رصيف المشاة عن 1.5 متر. تعرف عليك؟ بسام مسعد صاحب محلات مسعد. بما أنك صاحب المحلات يعني احنا شاهدنا حديد البناء وبعض الأسمنت موجود في الشارع، يعني من سمح لك بوضع هذه المواد؟ والله فيش حدا سمح لنا، يعني احنا الحديد اللي حطناه على الشارع في لنا شكفة أرض جوه وسعناها، فمن يمكن أخذنا إذن البلدية يومين ومن يمكن جوه الحديد كله. الحين في عندنا مشكلة ثانية اللي بنحطن على الرصيف، هذا حماية إلنا للمحلات. حماية لكم؟ حماية إلنا. من إيش؟ من الشارع اللي وراك، كل يوم سيارة سنتين بتخش علينا وفي حوادث سير كثير بتصير وفي كثير بدخل بلو دنيك وبضل دخلات في العمارة عندنا. نعم. ومش حادث، كل شهر بصير له أكل إشي 4-5 حوادث. وشو السبب؟ السبب يا السرعة يا اللفة هذه اللي عندنا هنا، يعني لفة واطية، الشارع غلط بتزحلك ما بتشوف إلا هو داخل علينا. نعم. إيش بتطالب وبطالب مين؟ بنطالب بلدية بيت لحم، ببلدية بيت لحم تسوي تنظر في الشارع اللي يومي بصير عندنا حادث، يومي بصير عندنا حادث سير. أول امبارح دخل عندنا واحد في العمود أنا وتجرح وتكسر، فاحنا الشمينتو هذه هاي زي ما انت شايف ونحطها حماية للمحلات والزبائن اللي تيجي عندنا، يبطل في حوادث من كيمن على الشارع ومنضب عندنا وساع كثير ومنقدر ندخلهم جوا.
ولكن الحديد اللي موجود على الجهة الأخرى من الشارع يعني بيأثر على الأطفال، على طلاب المدارس، يعني بيضطروا إنه ينزلوا على الشارع يمشوا. بالضبط، إحنا هذا اليوم كلياته تعال بكرة بتلكش ولا إشي موجود في الشارع. نعم. يعني ما لفت انتباهي مهندس عيسى هو أنه أعطيته تصريح لمواطن مقابل الأرض. يعني أنا لا علم لي في الموضوع، أنا أشك أنه البلدية تسمح، وعلى أي حال راح أتحقق من الموضوع، وأقول أنه البلدية لا تمنح أي إنسان حق اعتداء على الرصيف لبناء أو غير أو ما شابه. لكن حول الرصيف إلى درج، بقول لك هي الدرج يطلع على الدرج ويعدوا. يعني أنا بعتقد أن هذا اعتداء من المواطن، اعتداء من المواطن. من المواطن. طيب متى ستتحرك البلدية؟ نعم على حال، وأنا مثل ما تفضل أنا لموضوع الطرق مش موضوع التنظيم، لكن على حال أنا راح أتابع لك هذا الموضوع مع نعم. البلدية. أستاذ علاء، يعني أنت ركزت على شرطة المرور وأنه يعني يجب أن تخالف شرطة المرور، ولكن لما أنا كضابط مرور أو شرطة مرور بدي أخالف هذا المواطن وأجد معه تصريح. نعم. جت مع المواطن تصريح. نعم. يعني أنا زي ما قال البشمهندس، يعني أنا لا أعتقد إنه في مع المواطن تصريح. يعني تعودنا إنه نعطي مبررات لكل شيء. نعم. إذا المواطن معه تصريح عليه إنه يبرز هذا التصريح ونأخذ منه التصريح ويتم مخالفته وسنراجع الجهات التي أعطته التصريح. نعم. بناء على ماذا أخذ هذا المواطن التصريح؟ هلا لفت نظري من خلال التقرير يعني موضوع اللي هي يعني اللي بنحكي فيه اللي هو الأرصفة. هلا انت يعني اصلا البلديه، يعني البلديه لما بتقوم بوضع رصيف وانشائه على طريق معين يوضع بطريقه تعطي للمواطن الحق بالاعتداء عليه اصلا. اسمح لي بهالكلمه يا باشمهندس، يعني لما بتكون الجبه التي تم وضعها هي جبه هابطه على مستوى الشارع العام، اذا هو حيعتدي عليه. نعم. والجميع حيعتدي عليه. يعني حتى لو انت او انا ذهبت الى هذا المحل التجاري ووجدت انه رصيف على مستوى الشارع راح اصف ابعد عن الشارع بالقدر اللي ممكن. نعم. هلا انا بناشد البلديه انه هذه الجبه يتم رفعها بحيث انه المركبه ما تقدرش تطلع، مش يعني ما تقدرش تطلع عليها، بتكون بارزه لحد معين حسب المواصفات اللي عندهم الهندسيه اللي بوضعها النظام اللي عندهم. هلا هون يعني انا لما احنا بنرفع هذه الجبه بطل المواطن يستطيع انه يعتدي او يطلع على هذا الارصفه، لانه عارف انه اذا طلع بمركبته على هذا الرصيف ممكن ادي الى خلل فيها او عطل في هذه المركبه. ليس هناك مبرر لاحد انه يعتدي على الرصيف. وانا بعيد وبكرر انه انا بقول انه يعني ما نخلي الموضوع بين ايدين البلديه ومفتشينها. نعم. وانه الامور تعالج عبر محكمه البلديات في غرامات بسيطه. لا، في عندك نيابه عامه، في عندك شرطه. نعم. تعاون مع النيابه العامه في هذا الاتجاه، وزي ما ذكرت في بداية حديثي إنه اللي بخالف يتم تحرير مخالفة له مرة ومرتين، وجدنا إنه المخالفة استمرت تودع لائحة اتهام بشكل عاجل فيه، ولا يعني أصلاً هي المخالفة لائحة اتهام وبذهب فيها للمحكمة بس وقت معين، وممكن ما يروحش ويتحاكم غيابي وتأخذ وقت، ممكن ينساها المواطن، ما بتشكلش رادع كبير. نعم. بس إذا أنت تفتح له تحقيقات وإنه ليش أنت اعتديت وتم إحالته تاني يوم للنيابة العامة وتم إحالته مثلاً للقضاء، هون المواطن هو عانى نتيجة هذه المخالفة، ممكن انه يتشكل رادع عنده. وفي حالة التكرار كما ذكرت ايضا انه احنا مستعدين نتخذ اجراءات اكثر صعوبة تجاه الذي يعتدي على الارصفة والطرق العامة. نعم. استاذ علاء، يعني امامي هو قرار اصدرته انت يعني بهذا الخصوص، يعني تفعيل تطبيق احكام المادة 76 بدلالة المادة 117 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 والمادة 248 على واحد من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطيني، بحيث يتم تحرير مخالفة لكل عابر طريق لا يلتزم بالسير على الرصيف المخصص للمشاة أو لا يلتزم بقطع الشارع عبر ممر المشاة المخصص للعبور. لكن كما شاهدنا أستاذ علاء هناك كثير من الإعاقات أمام المشاة في هذا الجانب، كيف يعني ستتوافق هذه يعني المادة؟ يعني وفق قانون المرور يعني تحكي أنه في الأماكن اللي بتواجد فيها رصيف. نعم. وممر مشاة، يعني بتحكي عن الأماكن اللي موجود فيها رصيف، يعني هي بررت المادة نفسها إنه الأماكن اللي موجود فيها رصيف على المواطن إنه يلتزم بالرصيف. نعم. على الأماكن اللي موجود فيها ممر مشاة على المواطن إنه يلتزم بممر المشاة. هلا في الأماكن اللي مش موجود فيها عليه إنه يأخذ أقصى اليمين أو اليسار عن الطريق ويسير، وحتى لازم يسير بحذره. نعم. هلا هذه توضيح لهذه المادة القانونية،
انه في الاماكن اللي موجود فيها رصيف وممر مشاه، ولكن في الاماكن اللي يعني لا يوجد بها رصيف يعافى المواطن، هل تم تحرير فعلا مخالفات من هذا النوع استاذ علاء ام حتى اللحظه لم يعني حتى اللحظه لم اشاهد اي مخالفه؟ ولكن يعني ممكن شرطه المرور حررت، لانه المخالفات بتمر في تواريخ معينه بتجينا في الشهر مره او مرتين بنظر المحكمه تودع من الشرطة على النيابة العامة وبتم إيداعها للمحكمة. نعم. ولكن أعتقد أنه لم يتم تحرير حتى هذه اللحظة. نعم. يعني كمان أنا بس بدي أحكي أحكي لشغلة معينة. يعني جميعنا يعلم أنه في بعض المناطق في محافظة بيت لحم والشوارع تعاني من الضيق. نعم. يعني كمان لما بتجي تصف مركبة على جانب الرصيف قد يغلق الشارع. إذا يعني إذا جينا لشارع مثلا في شوارع لو اخذنا شارع عند سلطه المياه بالتاكيد بعدش قديش عرضه تقريبا. نعم. يعني يا ريت تقول لنا قديش عرض شارع سلطه المياه. نعم سنطولات شرطه المياه اي واحد منهم النزول النزول باتجاه بيت سحور. نعم هذا ضيق والرصيف ايضا ضيق هناك. نعم لانه الشارع يعني بعرض الاسفلت هناك محدود يعني لا يتجاوز 6 امتار ونص 7 متر امتار. نعم. وهذا اقل عرض ممكن يكون. طيب. الاسفلت كم مسار لمسارين يعني يعني اسمح لي انت يعني حكيت عن شارع لمسارين، هلا يا ريت في هذه المناطق وهذا دور للبلديه يعني اعتقد انه في لجنه السلامه والمرور موجوده في تنسيق مع البلديه مع وزاره المواصلات اللي هو مراقب سير على الطرقات مع شرطه المرور في الاماكن اللي بتتعاني من ضيق الشارع فيها انه يتم منع وقوف المركبات على اليمين وعلى اليسار ويبقى المشاه. نعم استاذ هون بيكون كمان دور يعني انا اسمحوا لي انه انا دائما قاعد بحمل شرطه المرور. ليش؟ شرطه المرور هي صاحبه الاختصاص العام في المخالفات والجرائم. نعم. يعني لها ان تعمل اي مخالفه او يعني الشرطه بشكل عام هي صاحبه اختصاص عام. نعم. وفي ناس صاحبين اختصاص خاص زي مفتشين البلديه مفتشين وزاره الصحه لهم اختصاص في اتجاه معين. نعم. ولكن الشرطه تستطيع ان تاخذ جميع الاختصاص لهذول الناس وتقوم بالعمل باتجاهه. نعم. يعني لكن أنا بحمل الشرطة إن الشرطة طاقمها أكبر. نعم. ممكن تشتغل بفعالية أكثر التعامل من خلال الشرطة مع المواطن ممكن هو كمان يشكل رادع له. نعم. يعني برجع كمان للنقطة اللي حكيت فيها إنه الشوارع الضيقة يتم دهن الرصيف باللون الأحمر لما باتجاه إنه هذا ممنوع الوقوف وفي حالة إنه شهدنا مركبة متوقفة يتم ملاحقتها. نعم ولكن يعني لو شهدنا مركبة بهذا النوع ممكن قد يكون يعني مضطر أن يتوقف هنا أستاذ علاء لعدم وجود مواقف يستطيع قد يكون بالقرب من جامعة كما شاهدنا بعض نعم هنا لو لاحظنا هنا أستاذ علاء هنا اللون المطلي هنا لا يوجد رصيف بالأصل يعني هنا الرصيف مفقود تماما مهندس عيسى هنا المركبات تقف والعمود الإنارة أيضا في منتصف الطريق يعني هون عندنا مخالفتين إحنا. نعم. يعني هون الرصيف مدهون بالأحمر والابيض والابيض يعني ممنوع الوقوف ويتم التوقف ايضا على الرصيف هنا امام منازلهم يعني هنا واضح انه الدرج على الرصيف استاذ علاء يعني لا اعرف انه يعني هذا الامور تؤخذ بعين الاعتبار في حاله بناء رصيف استاذ عيسى أمي. نعم شوف مثل ما تفضل سعاده النائب العام انه في يعني دائما في بيننا كبلديه وشرطه المرور تنسيق مستمر في موضوع الارصفه ودهان الارصفه فعنا نحن عم ندهن أحمر وأبيض في المواقع التي يجب أن تكون أحمر وأبيض وعلى شرطة المرور التنفيذ. نعم. لكن الاعتداءات مستمرة من قبل المواطن. نعم. في يعني الشوارع الضيقة مثل ما تفضل أستاذ نعم دهننا أحمر وأبيض لكن التنفيذ بطيء. نعم لكن نلاحظ أستاذ عيسى أنه يعني حسب ما شاهدنا في الشارع أنه لا يوجد دراسة لهذه الأرصفة الحاويات تقطع هذا الرصيف نقطة أخرى أنه يعني هناك أخطار كبيرة ستعرض المشاة في حالة أنه نزوله على الشارع لكن كما شاهدنا قبل قليل أنه الرصيف لا يوجد كيف لمعاق كيف لأم يعني مع هذا الراجل لطفلها أن تمر من هذا الشارع لا شك هي مشكلة لكن مثل ما حكيت لك في البداية عند وضع تحديد موقع حاوية يعترض المجاورون ونضطر ولا نقدر أن نضع حاوية في المكان المناسب يضطر العامل أن يبعدها كذا متر لقدام أو إلى وراء تجنبا لحدوث إشكاليات مع هذا المواطن أو مع هذا البيت لأنه ما في حد بيرضى يكون هناك بالقرب منه حاوية نفايات كون أنه هاي تعتبر مطرح صحية لماذا لا تخصص البلدية مكان مخصص لها يجب وضع حاويات على جانبي الشارع بدل يعني حتى تكون مجمع للنفايات طيب أمام الجامعات وفي مجمع المدارس يعني أحد المواطنين تحدث إنه جامعة القدس المفتوحة يخلو من أمامها الأرصفة
الأرصفة. نعم. لا في رصيف أما قد تتحدى عن جزيرة منتصف الشارع يعني. لا 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 نفس الرصيف يعني. شاهدنا إنه. هذا الموجود في بيت صحور. نعم في بيت صحور. نعم. المفروض توجه إلى بيت صحور بلاش أحكي عن بيت صحور أنا. لكن أيضا أنت مهندس يعني لبلدية. شارع الموجود في الجامعة القدس المفتوحة والمعروف بشارع الغوايمسي. نعم. شارعان حيوي رئيسي. عرض الأسفلت هناك لكل اتجاه يجب أن لا يقل عن 7 أمتار. نعم. لا يجوز أن يقل عن 7 أمتار. نعم. ويبدو أن هناك المنطقة قد تكون لظروف ما ضيقة شوي، وهذا هو قد يكون السبب أنه يعني هنا لو نحن بالصورة أستاذ عيسى يعني ألا يوجد مكان أفضل للحاوية من هذا المكان على كوربة على يعني منعطف خطر وتوضع حاوية؟ ممكن، لكن هذا قد يعني ممكن انه نطلع نشوفها كمان مرة على الواقع اذا كان في مجال لازاحتها فليكن. نعم يعني ارجو ان تكون يعني هناك فعلا يعني نعم. اعادة نظر لاماكن الحاويات لموضوع الارصفة بشكل قوي في بلدية. نحن عم بنعاني مشكلة المواطن لا يتعاون مع البلدية سواء في وضع حاويات او في موضوع ارصفة او بسطات الى اخره. الان الاستاذ علاء اصدر قرار راح يساعدكم في هذا الكلام انه راح يخالف اللي بيلتزمش بالارصفي اللي بيعتدي عليهم اللي يعني بغلب البلدين. الاستاذ علاء يتكفل. نحن مشكورين جدا لسعادته طبعا من خلال شرطه المرور يعني. نعم من خلال شرطه المرور. نعم. استاذ علاء لاحظنا شغله غريبه انه احد المواطنين يضع الاسمنت في منتصف الطريق والحديد يقول انها حمايه من حوادث الطرق، كيف تعلق على ذلك؟ يعني بديش أقول لها تعليق بس هذا يعني مبرر غير مقبول. نعم. مع احترامي للشخص اللي طلع حكى في هذا الموضوع يعني هذا لا يبرر له إنه يوضع أو يعتدي على الرصيف. نعم. هلأ الحوادث موجودة في كل العالم، ممكن يصير حادث ممكن يصير شيء، هلأ ممكن هو إنه إلى حماية إله ممكن. نعم. يتوجه للبلدية توجد له حل لحوادث السير اللي بتعرض لها. طبعا إحنا كمان هو بهمنا حياته وهو مواطننا وبهمنا سلامته وسلامة زبائنه. نعم. بس كما هو بهمه سلامته عليه أن يهتم بسلامة الآخرين. نعم. الذين يمرون بهذه الطريق عليه التوجه إلى البلدية المختصة ويطرح عليها المشكلة وعليها أن تجد له حلا من خلال عدة طروحات، ممكن تحط له حديد واقي. نعم. إنه المركبات ما تتجاوزش هذا المنطقة لو صار حادث. يعني أنت في كل المناطق على الشوارع بتلاقي أنت مثلا الحديد الحامي للطريق على أساس أن المركبات ما تنزلش عن الطريق. نعم. في المناطق فيها وديان عليه التوجه إلى البلدية وأنا بنجده إنه يتوجه للبلدية بهذا الاتجاه. نعم أستاذ عيسى يعني نعم أنا نعم. مع سعادة النائب العام إنه يتوجه إلى البلدية، نحن مستعدين نشوف حل بالإمكان وضع فاصل ما بين مسار المركبات ومسار المشاة، بمعنى حاجز على حافة رصيف قد يكون من حجارة قد يكون درب زين قد يكون أي شيء نرتئيه مناسبا. نعم يعني الأستاذ علاء فعل قانون أنه راح يعاقب من يعتدي على هذا الرصيف ومن لا يلتزم به، لكن كيف للبلدية أن تفعل لديها ما لديها من صلاحيات أستاذ عيسى؟ نحن عندنا مفتشين صحاب. نعم. بيطلعوا باستمرار وأحيانا بيطلعوا مع أفراد من الإخوة الشرطة وبتم معالجة الموضوع فورا عن طريق مخالفات. نعم. هذا يحدث بشكل مستمر، لكن بشكل مستمر المواطن يعتدي. اليوم بتطلع بتخالفه أو بتقول له شيل هالبضاعة هاي، ثاني يوم برجع بحطها. نعم. لكن يعني هل تم بالفعل يعني دراسات في البلدية لإعادة النظر ولإعادة تحديد الأرصفة و تصحيح مسارها أستاذ عيسى في البلدية بصراحة؟ نحن عندنا دائما موضوع الصيانة مستمر للأرصفة لدهان لأي تصليحات لأي حفرات قد تكون بالرصيف أو بالأسفلت، وهذا أعمال مستمر أشغال عامة بشكل يومي دائم. نعم نعم أستاذ علاء يعني بعرفش يعني هذه من المبررات هل تجدها يعني منطقية في مجتمعنا الفلسطيني يعني كما تحدثت تحت الهواء أنه يعني نجد مبرر لكل شيء؟ يعني أنا بديش أحمل الناس المسؤولية. نعم. يعني نحن علينا واجب يجب أن نقوم به من خلال ثقافة للمجتمع إنه هذا اعتداء، ومن خلال إحنا تفعيلها من خلال المخالفات. عندما يتم اتخاذ الإجراءات اتجاه توعية الناس اتخاذ مخالفات بحق المخالفين هون ببطل في مبررات وحتبطل تسمعها. نعم. يعني أنا بدي أحكي لك مثل يعني أنا أفتخر في هذه المحافظة بالهدوء وبالأمن اللي فيها، وأفتخر بهذه المحافظة بنظامها. نعم.
وإدراك الناس بالتوجه إلى القانون وحب التوجه إلى القانون، وهذا تجده من خلال المراجعات وكمها اللي بتشوفها عند النيابة العامة والمحاكم والشرطة. هناك ثقافة القانون أصبحت منتشرة بين الناس. عالجنا مسألة كانت غاية في الخطورة وأصعب من اللي عم ينطرح اليوم، اللي هي موضوع المركبات المسروقة والمشطوبة. نعم. أنت تجول وتصول في محافظة بيت لحم على الأقل في المناطق الخاضعة بشكل كامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، لا تجد السيارات المسروقة والمشطوبة. في فترة كانت هذه طاغية على السيارات كلها. نعم. كانت موجودة بشكل كبير. اليوم أنت هذه خلصت منها الظاهرة، أصبحت حتى بالإعلام ما تحكيش فيها. نعم. فهون أنت يعني أنا بقول لك شعبنا عنده ثقافة وعنده حب القانون ومع القانون. نعم. هلأ إذا كان هناك بعض الأشخاص خارجين عن القانون أو أنه جهلهم بالقانون أدى إلى أنهم يعتدوا، هون ممكن أنك تعالجها بطرق قانونية وبتوعيتهم. يعني البلدية مثلا، مفتشين البلدية لما بيذهبوا وبيتجهوا لهؤلاء الناس بيقولوا أنه إحنا اليوم حط قلنا له قيم المخالفة، أزال هذه المخالفة، تاني يوم وجدناه على نفس المخالفة عود ارتكبها. نعم. على البلدية أنها توجه مراسلة للشرطة إنه في عنا مخالفة تكررت أكثر من مرة في هذا الاتجاه، أو للنيابة العامة. نحن على استعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية سواء من خلال الشرطة إجتنا أو إجتنا باتجاه مباشر، وستكون هناك عقوبات رادعة بهذا الاتجاه. نعم. حفاظا على مواطنينا، لأنه اللي بيمشي على رصيف ابني وابنه وابن صاحب المحل اللي حط اعتدى على هذا الشارع وهم أبنائنا يعني في النتيجة. لكن أستاذ علاء، هذا الكلام بعد أن تقوم البلدية بإعادة يعني فعلا يعني النظر في موضوع الأرصفة وشكلها ومواصفاتها الهندسية. لنستكمل التقرير ثم نتابع نقاشنا أستاذ عيسى. نعم. والمراقب لمواصفات الأرصفة في مدينة بيت لحم وما حولها من المدن فإنه يرى بأن مصممها لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المواصفات، بل قد لا يجد الأرصفة موجودة أصلا في الطرقات، مما يتسبب بالكثير من الأخطار للمشاة وحتى المركبات وسائقيها الذين يصبحون في حيرة من أمرهم أين يوقفون مركباتهم، مما يجبرهم للوقوف على الرصيف وإغلاقه تماما أمام حركة المشاة، مثل هذا الطفل الذي لم يستطع العبور بسبب إغلاق هذه المركبة للرصيف. أحمد، إلك سيارة هاي؟ آه والله. زمان إلك واقف؟ يعني شوي. طب وقفتك قانونية؟ لا مش قانونية. طب ليش مازال مش قانونية؟ ليش بتوقف هاي له؟ والله يعني مش عارف بدي أحكي لك. لا أحكي شو؟ مش قانونية وخلص. مش قانونية، بس تعرف قديش أثرت على الناس؟ مش عارف. يعني الآن لو عدى طفل وبدي يعدي من عن الرصيف مفروض دمج على الرصيف، مظبوط؟ مظبوط. وقفتك كيف منعته؟ الآن بيمشي بنص الشارع. صحيح. صار خطر ولا مش خطر؟ طبعا خطر. طيب المرة الجاية هتوقف هاي الوقفة؟ طبعا لا. أكيد لا. أكيد. طبعا لا. ماشي. مرحبا. مرحبا. متعرف عليك؟ أنس. أنس، إيش صار معك؟ ليش نزلت على الشارع؟ باكي معك مركب من السيارة ما فيش طريق، فطلعت على الشارع كان داعس. سيارة يعني موجودة على الرصيف السيارة هاي؟ السيارة هاي؟ آه. كيف مشيت من عندها؟ دخلت وصلت لجوا ما قدرت أدخل، فرجعت وطلعت. نزلت على الشارع؟ آه. ما خفتش يعني تندعس؟ لا خفت. خفت. خفت تندعس؟ آه. ومن المستغرب أيضا أن تقوم الجهات المسؤولة عن الأرصفة بقطعها لزراعة الأعمدة وحاويات القمامة في منتصف الرصيف، والسماح أيضا لبعض المحال بالقضاء على الرصيف بشكل كامل وتحويله لبسطة أمام المحل، كما أفاد أصحاب المحل التجارية التي اعتدت على الرصيف واستملكته على مرأة ومسمع البلدية. فإلى متى سيبقى الطفل والشيخ والشاب ضحية لعدم الاهتمام بالأرصفة والاعتداء عليها؟ نعم أستاذ علاء، يعني إلى متى سيبقى الشيخ والمرأة والطفل يعني عرضة للاعتداءات على الرصيف والأخطار تحيق بهم من كل جانب؟ إلى أن نتخذ الإجراءات التي ذكرتها في هذه المقابلة. من سيتخذها غيرك؟ طبعا أنا يعني أوكي، أنا هتخذ هذه الإجراءات، هعممها بقرار. نعم. ولكن هذا دور البلدية والشرطة. نعم. بالقيام بواجبهم باتجاه هذه المشاكل اللي طرحناها. نعم. أستاذ عيسى، إلى متى احنا في البلدية نقوم ما علينا من دهان أحمر وأبيض أمام المواقع التي تحدد وقوف أو منع وقوف
المنعطفات ونضع الإشارات وعلى شرطة المرور التنفيذ. قد تكون فهذا الموضوع يعني متروك لإمكانيات الإمكانيات المتوفرة لدى شرطة المرور. بتصور لو كان في ونش بيكون يعني في رادع، بس يبدو أنه لحد لم يتوفر لونش، مع أنه على معلوماتي الشرطة موعودة بونش، وفي حال توفر ونش لجر السيارات بعتقد سيكون رادع. لا هناك يوجد ونش أستاذ عيسى، ولكن أيضا يعني بصراحة أنه لابد من إعادة النظر، وهي يعني بكرر لك إياها مرة أخرى، من قبل البلدية، بلدية بيت لحم، بلدية بيت صحور، بلدية بيت جالة، في موضوع الأرصفة في مدينة سياحية مثل مدينة بيت لحم. نعم نحن على حال بشكل مستمر في عنا هاي الصيانة المستمرة، سواء بالدهان أو وضع إشارات أو أي قلل قد يكون بالرصيف. نعم. أما المواطن فله تعادته، متعود أنه يعتدي على الرصيف، وهذا المطلوب لشرطة المرور. نعم. وهل الحل يعني فقط أن نترك الأمر لشرطة المرور أم يعني نحن لا ما في عندنا نحن كبلدية صلاحية أنه نخالف سيارة أو نقول لها ابعدي من هون؟ بقول لها لا، مين أنت حتى أبعدها؟ نعم. بينما لو كان شرطة مرور إما بيسمع بينصاع لأوامره وإما بيوقف المخالفة. نعم. أستاذ علاء، كلمة أخيرة لمن يعتدي على الرصيف ويقوم بإيقاف مركبته بشكل تام على الرصيف. يعني أنا بداية لأهلنا في محافظة بيت لحم، نعم، الإجراءات التي تتخذ هي من أجلكم ومن أجل أبنائكم وأبنائنا الطلبة وأبنائنا المعاقين. أناشد بداية، أناشد الجميع أن لا يخالف القانون بأي اتجاه كان، سواء على الاعتداء على الأرصفة أو غير ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات بالمخالفين. أتمنى على الجميع في هذه المحافظة التي تمثل مكانة دينية خاصة ومن خلال السواح الذين يزورونها بشكل دائم أن نعطي صورة مشرفة عن شعبنا ومشرقة عن شعبنا أننا شعب قانون وأننا شعب نستحق الحياة. نعم أستاذ عيسى، هل من كلمة أخيرة؟ شكرا لكم. أعتقد السعادة للنائب يعني كفى ووفى. نعم أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد رصدنا هذه الأخطاء الخطيرة، وأنا في نظري خطيرة أستاذ علاء أستاذ عيسى، هي الاعتداء على الرصيف، المكان المخصص لسير المشاة فقط. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أتقدم بشكر جزيل إلى المهندس عيسى الحذوة، مهندس الطرق في بلدية بيت لحم، والشكر موصول أيضا للأستاذ علاء التميمي رئيس نيابة محافظة بيت لحم. أشكركم على هذه الإيضاحات وهذه المعلومات القيمة. أعزائي المشاهدين، تابعونا في الأسبوع القادم في خطأ جديد وتحليل وحلول لهذه الأخطاء التي ترتكبونها أثناء سيركم في الشارع. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم وفي حلقة جديدة وخطأ جديد، نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.